المعارض العقارية دائما تقدم ميزة التنوع والتعدد وأيضا المنافسة بين العارضين وكمان عروض أسعار متميزة. والمعرض الناجح مش اللي تكون عدد أيامه كتير ولا اللي يكون بيقدم كلام بدون تنفيذ، لأ، المعرض الناجح هو اللي ينتقي الشركات المشاركة بدقة ويقدم تسهيلات حقيقية. معانا النهاردة معرض من أنجح المعارض اللي أقيمت في مصر، وهو معرض ذا كابيتال إيجيبت إكسبو، واللي هيقام يوم 25 فبراير الحالي في فندق تريام في مصر الجديدة. مشرفني الأستاذ رضا المنشاوي مدير مبيعات شركة ديارنا العقارية والمسؤولة عن إقامة هذا المعرض. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. نورك. الحقيقة فندم يعني ذا كابيتال إيجيبت إكسبو دي مش أول دورة ليه، بالعكس دي دورته الرابعة. مظبوط. كان في ثلاث دورات سابقين قبل كده. تمام. كانوا كلهم الحقيقة ناجحين، ويمكن احنا كنا غطينا بعض الدورات اللي فاتت. عايزة اتكلم عن المعرض في نسخته الرابعة، يختلف ايه عن النسخ السابقة؟ اولا النسخة دي النسخة الحصرية لمشاريع العاصمة الادارية الجديدة. النسخة دي بتيجي بالتزامن مع الانتقال الرسمي للحكومة والهيئات والمؤسسات الحكومية والبنوك للعاصمة الادارية الجديدة. الاسبوع اللي فات كان في تصريح لدولة رئيس الوزراء ب ان في انتقال في خلال مارس لاخر تقريبا اخر 14 وزاره هينتقلوا للمقر الجديده بتاعتهم. عندنا اكتر من مشروع عقاري سواء سكني او تجاري او اداري بيتم تسليمهم في الفتره دي. فالدوره دي مميزه، هي تعتبر بالتزامن مع التشغيل الفعلي للعاصمه. الدوره جايه في بدايه السنه او الربع الاول من 2023، ونازلين بعروض وخصومات حصريه لمشاريع العاصمه الاداريه الجديده. احنا كنا الاسبوع اللي فات 20 تقريبا، دلوقتي وصلنا ل 25 مطور هيبقوا متواجدين معانا باكثر من 50 مشروع سكني وتجاري. يعني خلال كام يوم بس اضيف خمس مطورين، وفي ويتنج ليست معانا كمان، يعني ممكن يبقى في اكتر من كده، بس احنا بندقق جدا في اسامي والكيانات اللي هتبقى موجوده معانا وانها فعلا تقدم عروض حقيقيه للعميل، مش مجرد كلام وعلى الترابيزه ما بيتنفذ. كلامك ده يخلينا ننتقل لطريقتك في اختيار الشركات اللي هتشترك معاك في المعرض. زي ما انا قلت في المقدمه انه مش معنى ان المعرض فيه شركات كتير يبقى معرض ناجح. مزبوط. ومش معنى انه عدد ايامه كتير يبقى كده المعرض يعني ادى وظيفته، لا بالعكس، المعرض يمكن يكون تاثيره هو الاهم، تاثيره مزبوط. مع المطور، تاثيره مع كمان المستثمر او الاند يوزر زي ما بيقولوا اللي رايح يشتري وحده عقاريه. تمام. ازاي بتختار الشركات؟ احنا بنختار الشركات بناء على مجموعة مقاييس أو معايير، أهمها سابقة أعماله، قدرته على التنفيذ، الملاءة المالية للمطور، المشاريع بتاعته موجودة فين وعاملة إزاي، الماستر بلان بتاعتها ماستر بلان ينفع تبيع وينفع الناس تستلم، الوعود ينفع تتنفذ ولا لأ. مجموعة من مشاريعنا استلام فوري، فدي بنتكلم وإحنا على أرض صلبة. المجموعة التانية أوف بلان لسه تحت التنفيذ، فبندقق بقدر المستطاع ان العميل في الاخر يستلم الحاجه اللي اتوعد بيها اللي موجوده في عقده في التوقيت وبالكواليتي وبكل التفاصيل اللي جوه العقد او جوه الماتيريال اللي اشترى على اساسها. يعني دي من اهم الحاجات اللي بندقق فيها جدا. الحاجات المبنيه، ومعانا في العاصمه الجديده اكتر من مشروع مبني، بنقول للعميل تعالى اتفرج على الوحده بتاعتك، هتتعاقد عليها، ممكن تتعاقد عليها بمقدم 10 او 20 او 30%، مقدمات مش كبيره. عندنا اقساط بتبدا معانا من اول 5 سنين بتوصل لحد 10 سنين. فاحنا معانا فرص فعلا مش موجودة في مكان تاني بأسعار العاصمة، كمان ستيل هي أقل من التجمع الخامس مثلا أو ضواحي القاهرة، سواء شرق القاهرة أو غرب القاهرة. فنقدر ناخد فرصة محترمة جدا قبل تسليم والتشغيل الفعلي بقى، يعني لما تبدأ العاصمة زي التجمع الخامس في بداياته كده كانت الأسعار أقل من المعادي وأقل من مصر الجديدة. النهاردة التجمع الخامس أسعاره تعدت كل الكلام ده وتضاعفت كمان. صحيح. يعني تعتقد انه الوقت ده هو الوقت المناسب للاستثمار في العاصمه الاداريه؟ طبعا هو احسن وقت. احنا كان حصل قبل في بدايه السنه الجديده او قبل بدايه السنه كان في الدولار كان عامل شويه قلق في السوق، فسعر الدولار استقر. التنقل الجهات الرسميه زي احنا التجمع كان برضو نفس المثال، الجامعه الامريكيه قبل ما تفتح في التجمع الخامس غير بعد ما الجامعه الامريكيه فتحت طبعا في اللوكيشن ده. صحيح. كل الاسعار في المنطقه دي ارتفعت جدا. احنا في العاصمه عندنا بدل الجامعه الامريكيه في اكتر من 10 جامعات تقريبا
اغلبهم فتح. الجامعه الكنديه، الجامعه الالمانيه الجي اي يو، كوفنتري اشتغلت، جامعات كتيره جدا، مدينه المعرفه، في ترافيك جاي، في مستثمرين اجانب بداوا يشتروا في مصر، في مستثمرين عرب بداوا يشتروا في مصر، استقرار موجود في البلد، طرق المواصلات موجوده. بعد المدينه الجديده لما بتخلص اسعارها بترتفع وبتتضاعف مرتين وثلاثه وممكن توصل لعشر اضعاف. طيب يمكن كلنا عارفين انه يمكن من اوائل المطورين العقاريين اللي اشتغلوا في العاصمه الاداريه هو شركه بيتر هوم. مظبوط. وكان ليكم شراكات مع بعض، وكان ليكم مجموعه من الاعمال المشتركين فيها مع بعض، ونجحتم سوا. مزبوط. في هذه الاعمال. كلمني عن نجاحاتكم مع بعض وتاريخكم انتوا الاثنين مع بعض. بيتر هوم تحديدا هو المطور الاول في العاصمه الاداريه الجديده، واول مطور نزل بمشروع، وكان لنا الشرف ان احنا نكون معاهم في تسويقه. هم النهارده عندهم 4 كومباوند سكني، كل كومباوند ملحق بيه مول تجاري واداري، فبنتكلم في 8 مشاريع بلس المبنى الاداري كايرو بيزنس بلازا نيو كابيتال. هبدا بالاداري، كايرو بيزنس بلازا نيو كابيتال ده موجود في الحي المالي او حي البنوك في العاصمه الاداريه الجديده. الحي المالي والحي الحكومي يعتبروا نفس الحي، هم اتاتشد لبعض. قدامهم محطه بنسميها محطه الفنون والثقافه، اللي هي بيتجمع فيها خطوط المواصلات كلها زائد المحطه المركزيه، مطار قدامنا على بعد دقائق، البنك المركزي. المنطقه دي في كل المشاريع اللي فيها، كل المباني اللي فيها بنوك، اغلب بنوك مصر موجوده فيها، بما فيها البنك المركزي المصري، البنك الاهلي، البورصه المصريه. فاللوكيشن ده لوكيشن محترم جدا، المطور سابقت اعماله في المباني الاداريه في التجمع الخامس قويه جدا. هم 4 مباني واخدين الشكل الهرمي، ارضي الاربعه وبعدين بيعلوا لحد ارضي وسته. واخدين الاكواد بتاعه البونه، ارتفاع السقف 6-7 متر في الدور الارضي، التكييفات، التشطيب اكسترا سوبر لوكس. المبنى محقق، المفروض ان هو مؤهل ان هو ياخد شهاده الليد الخاصه بالبنايات الخضراء. نازلين بأوفر حلوة قوي في المعرض، أسعار الوحدات في الإداري في اللوكيشن ده بتبدأ من 2400-2500 في الحدود دي. مساحات 55 أو 56 متر، عاملين أوفر محترم على الكاش. ده بالنسبة لكايرو بيزنس بلازا لوكيشن. المنطقة كلها عمرانة، يعني كل البنوك أو أغلبها اشتغل، المباني الإدارية اللي حواليه كلها بتتفنش. فالدنيا هناك اللي بيروح يعني اللي هيشتري ممكن يشتغل من بكرة. وخطوتين يعني، وأنا واقف قدام المبنى أنا الوزارات على إيدي اليمين. هايل. فالمكان تحفة. جميل. الحي المالي احنا عندنا أكتر من مطور، منهم البروج مصر وكايرو بيزنس بلازا موجودين في نفس المنطقة. الجزء السكني هم كان ليهم السبق في مشاريعهم في الار 7 وحي المستثمرين، عندهم ميد تاون فيلا، ده اول مشروع فتحنا في بيع. ميد تاون فيلا كله تاون هاوسز وتوين هاوسز وسولد اوت بالكامل. ده على المحور المركزي للعاصمه الاداريه الجديده، ده ثالث اهم شارع في العاصمه. العاصمه فيها محمد بن زايد الشمالي، محمد بن زايد الجنوبي، والمحور اللي هو بنسميه دايري العاصمه، ده ميد تاون فيلا. جميل، حلو قوي. طيب اتفضل كمل. طيب المشروع الثاني اسمه ميد تاون سولو، وده ستاند الون فيلاز، بس مشروع كله فيلات مستقله. اللوكيشن على محمد بن زايد الجنوبي مباشره. الكاتدرائيه جنبه، سيليا طلعت مصطفى قدامه، خطوتين من الحي المالي. ده فيري يونيك بروجكت، هو فيلات بس. المشروع الثالث اسمه ميد تاون سكاي، وده فيه شقق وفيه تاون هاوسز وتوين هاوسز على دايري العاصمه زي ما بنسميه. المشروع الرابع ميد تاون كوندو، ده كومباوند شقق بس هيتسلم خلال سنتين، ممكن قبل كده عشان العماير كلها طلع. يعني المشروع نسبه الكونستراكشن فيه او نسبه الانشاءات تكاد تكون 100% من العمارات اتبنت. طبعا هي شركة يعني معروفة، ومعروف تاريخها، ومعروف كمان ثقتها عند العملاء. خليني أسألك سؤالي الأخير في الفقرة دي، عندنا خصم على صيدلية، الخصم ده مفاجأة. احنا عندنا صيدلية في الداون تاون عليها خصم 4 مليون جنيه. الخصم 4 مليون؟ مظبوط. الصيدلية في المعرض ليوم واحد بس. المشروع الصيدلية موجودة في قلب الداون تاون، المبنى بيشوف فندق الماسا وبيشوف البرج الأيقوني. فيري برايم لوكيشن. الصيدلية كان 14 مليون وكسر، الخصم عليها في المعرض هيبقى 10 مليون وحاجة بسيطة.
طبعا هو خصم 4 مليون ده يوم حاجه واحد بس، وخدي بالك الصيدليه ب 10 مليون جنيه خلال المعرض. الصيدليه ب 10 مليون جنيه ده مش موجود النهارده في العاصمه طبعا، يعني تقريبا مشروع. الخصم حوالي هي صيدليه مشروع دايما من ولاد. تمام. طيب احنا دلوقتي هنطلع نشوف تقرير عن معرض ذا كابيتال ايجيبت اكسبو ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، ابقوا معنا. شفنا في التقرير اهتمام كبير بكل تفصيلة من تفاصيل اللي ممكن يهتم بيها العميل والشركة، والحقيقة ان في اشادة كبيرة من شركات التطوير العقاري بالمعارض اللي بتنظمها شركة ديارنا العقارية. مشرفني دلوقتي في الاستوديو الاستاذ رضا المنشاوي، وكمان يعني انضم لينا الاستاذ هشام الفولي رئيس القطاع التجاري بشركة سكاي واي للتطوير العقاري، واحدة من اهم الشركات الموجودة في العاصمة الادارية. اهلا بك يا فندم. اهلا عليك استاذ سماح. احنا لسه بنتكلم عن معرض ذا كابيتال ايجيبت اكسبو، كمان بنتكلم عن اهم الشركات اللي بتشارك في المعرض ده، والحقيقه انا لسه كنت بتكلم مع الاستاذ رضا انه انتقائهم للشركات بيكون نتيجه للسي في بتاع الشركه، تاريخها، ثقه العملاء في الشركه دي والمشاريع اللي قاموا بيها قبل كده. كلمني الاول عن شركه سكاي واي. طيب شركه سكاي واي ديفلوبمنت هي موجوده في الماركت من سنتين. بدأت شركة الشرق الأوسط للمقاولات شغالة في الماركت بقالها حوالي دلوقتي 20 سنة. اخترنا الداون تاون وتخصصنا في مشاريع الميكسد يوز، فطلعنا بتاور فريد ومميز من نوعه اسمه بايديجا تاور على مدخل الداون تاون. تجاري وإداري. ميكسد يوز هو 19 دور، 4 تحت الأرض وأرضي و14 دور. متخصصين في التشغيل. احنا ناس بتاع التشغيل، بنبني تاور يشتغل، بنبني تاور فيه تالنت ميكس محترم. نظرا للوكيشن الفريد اللي بيبتاز بيه بايديجا تاور، لان احنا على ناصيه لشارعين هما الشارعين الرئيسيين في الداون تاون، هو شارع السبعين وشارع التسعين. طبعا قربه من الحي الحكومي، قربه من المونوريل، قربه من منطقه الجذب اللي موجوده في الداون تاون، لان هي السنتر بتاع العاصمه الاداريه الجديده. ده اللي خلانا نعمل فيه تالنت ماكس محترم جدا، ونجيب ونستقطب فيه علامات تجاريه وكمان شركات تشغيل للجزء الاداري اللي عندي، هو تجاري واداري. واخترنا معرض الاستاذ رضا المشاوي ده كابيتال ايجيبت اكسبو في نسخته الرابعه. احنا في كل النسخ اللي فاتت كنا بننزل مع معرض الاستاذ رضا المشاوي، واحنا برضو زي ما هو بينتقي الشركات اللي تشتغل معاه، احنا برضو بننتقي نوعية المعارض اللي تنزلوا فيها. اللي ننزل فيها بالظبط. مع اكثر المعارض اللي موجودة مزبوط. المعارض العقارية هي بقت ذراع تسويقي مهم جدا لكل شركات التطوير العقاري. صحيح. كل شركة بتحاول ان هي تبرز افضل ما عندها تحت سقف واحد. وده بيصب في مصلحة العميل في الاخر. لان احنا كلنا بننزل نتنافس. صحيح. على نفس العميل اللي موجود في نفس المحيط في نفس اليوم في نفس التوقيت، فبالتالي كل شركة بتعمل اوفر يخدم العميل ويخدمها هي في الاخر انها تحقق نسبه مبيعات محترمه. في الاخر ده في مصلحه العميل. بالظبط. ليه بنختار معرض الاستاذ رضا المنشاوي؟ علشان هو بيجيب كواليفايد كلاينت. ما بيجيبش زحمه وبس. والشباب عنده الطقم بتاعه طقم محترم جدا. مهمه جدا. ان انا مش بس بختار الشركات اللي هتشارك معايا، لا كمان انا بنتقي المستثمر او العميل اللي هيجي يزور المعرض، ما يبقاش زحمه على الفاضي. بالظبط بالظبط. فهو بيبقى عامل هوم ورك كويس قوي مع نوعيه الكلاينت اللي جايه، بيعمل ماركتنج كامبين محترمه جدا. والشباب عنده شباب محترفين جدا. فبيعرفوا يجيبوا الكلاينت وبيكونوا يعني عارفين بادجته رايح فين، الكلاينت ده هيبقى مهتم بالمشروع ده او ده او ده، فبالتالي الكلاينت بياخد جوله جوه المشاريع، بيتعرف على العاصمه الاداريه الجديده كلها، وفي نفس الوقت بينتقي فعلا افضل مشروع وافضل وحده وافضل بيمنت بلان مناسبه ليه. استاذ رضا، لو جالك عميل او جات لك شركه تطوير عقاري قال لك عايز اشترك معاك في المعرض، ويمكن تكون انت اول مره تسمع عن الشركه دي ولسه ما تعرفش ليها سابقه اعمال، ازاي بتتاكد من جوده الشركه دي او صدقها مع العملاء؟
اولا احنا بنراجع الورق الرسمي بتاع الشركه، نتاكد من محط التخصيص الاستلام، الكلام ده كله بنسال عنه في جهاز العاصمه قبل ما نبدا نعرض المشروع، نتاكد ان هو ملتزم بسداد الاقساط، بنبص على الورق بنشوف مين الاستشاري بتاعه. الكلام ده مهم جدا، وخصوصا ان اغلب العاصمه الجديده او ناس كتير من المطورين في العاصمه الجديده شركات لسه حديثه المنشا او حديثه الانشاء، فالموضوع ده دايما بنتأنى جدا فيه في مين اللي بنبيع معه. صحيح مظبوط. استاذ هشام، في مرحله جديده من مشروع بيوديجا المفروض ان انتوا هتطرحوها خلال المعرض ان شاء الله يوم 25، يا ريت تكلمني عنها. بالظبط زي ما قلت لحضرتك، كل المطورين بيبقوا تحت سقف واحد بيتنافسوا فيما بينهم علشان يقدموا افضل حاجه تصب في مصلحه الكلاينت. فاحنا طرحين مرحله جديده في بيوديجا تاور اسمها الخان، وزي ما طرحنا اول السنه ساك سكاي واي، فاحنا من نفس الروح العربيه طرحين الخان. الخان هي محلات بتبدا من 10 متر، محلات تشغيليه. المحل بتبقى واجهته مثلا 2.5 متر في طول حوالي 2.5 متر. مرحله كامله هنطرحها في المعرض، نازلين بننافس بيها. اسعارها بعد عملنا سيرفي للماركت، لقينا ان الماركت فعلا محتاج محلات صغيره تشغيليه. وتكون سعرها رخيص. صحيح. فانا طارح محلات بتبدا من 1,200,000 جنيه. البيمنت بلانز بتوصل عندي لغايه 8 سنين. وده اللي انا هنزل بيه في المعرض انافس بيه. هي الحقيقه انت شوقتني ان انا اروح اشوف خصوصا المحلات الصغيره دي، لانه مش كله هيبقى محتاج لمحلات كبيره زي ما انت قلت. اكيد في اللي عاوز يضم اكتر من محل. اوكي بس الكاتيجوري اللي انا بستهدفه زي ما قلت الخان، يعني اكسسوارز، فاست فود، حاجات صغيره، الكلام ده كله. البرودكت ده عليه ديماند كبير جدا جدا في العاصمه وبره العاصمه، فانا قررنا ان احنا نطرحه في معرض ذا كابيتال. بشكرك جدا استاذ هشام الفولي رئيس القطاع التجاري بشركه سكاي واي للتطوير العقاري، وبشكرك جدا استاذ رضا المنشاوي رئيس شركه ديارنا للتطوير العقاري، رئيس القطاع المبيعات شركه ديارنا للتسويق العقاري. ونطلع نشوف تقرير عن سكاي واي ونرجع نكمل باقي فقرات البرنامج. شكرا. مرة تانية، يمكن الأساس في اختيار الشركات المشاركة في المعرض هو الملاءة المالية، كمان سابقة الأعمال الخاصة بها، وده اللي بينطبق على شركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري، واحدة من أهم الشركات داخل المعرض. واللي مشرفني في الاستوديو دكتور أحمد موسى المدير العام للشركة. أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم، منور. أهلا وسهلا بحياتك. أهلا وسهلا. أنا لسه كنت بقول إنه يمكن يكون الملاءة المالية سابقة الأعمال، السي في زي ما بيقولوا الخاص بالشركة، هو أهم مميزات أي شركة بتشترك أو بتنزل في معرض ذا كابيتال إيجيبت إكسبو. كلمني عن شركة ليفينج يارد للتطوير العقاري، إزاي قدرت إنها تعمل سمعة في السوق وتقدم سي في محترم علشان تشارك في المعرض؟ تمام. هو طبعا ليفينج يارز من أقدم المطورين يمكن اللي دخلوا في التطوير في العاصمة الإدارية. كان عندنا كونسبت مهم قوي اللي هو كاستمايز يور سبيس، أو إنك أنت بتقدر تشكل اليونت بتاعتك براحتك. يعني إحنا بندي 3 أوبشنز للعميل يقدر إن هو يصمم الوحدة بتاعته داخليا بهذا الشكل. فيمكن دي طبعا كانت ميزة متفردة بالنسبة لليفينج يارز وسط باقي المطورين. جميل. حاجة تانية مهمة جدا طبعا نظرا لقدمنا في العاصمة، فاحنا عندنا نسبة إنشاءات في الكومباوند السكني
تتجاوز ال 95%، يعني كويس. تقريبا احنا في مرحله التشطيبات النهائيه للواجهات الخارجيه والداخليه. جميل. وطبعا ده بيدي يعني من اهم الحاجات للي بيشتري او اللي بيدور على سكن هي الثقه، ان أكيد. بيشوف حاجه طبعا قايمه قدامه يعني. وعلى فكره يمكن دلوقتي اغلب المستثمرين او اغلب الاند يوزرز او اللي عايز يعني يستثمر فلوسه في عقار بيدور على عقار يكون قائم. بالظبط. حضرتك عارف المشاكل اللي ممكن تكون حاصله شويه في بعض الشركات اللي باعت على الورق، فده بيخلي المستثمر عاوز يروح لحاجه تكون قائمه. بالظبط. موجوده قدامه. بالظبط. النهارده المستثمر لما هيخش او الساكن لما هيخش الشركه ويبدا ان هو يتعاقد على وحده، لا هيقدر ان هو يشوفها بعينه، يعني واضحه صحيح. جدا وقائمه بنسبه تقترب من ال 100% زي ما قلنا لحضرتك. فبالتالي الامور هيبقى فيها ثقه. دي بنستند ليها طبعا لبقيه المشاريع بتاعتنا في العاصمه الاداريه، عندنا برضو مشروعين، يمكن واحد من اكبر المولات الموجوده في العاصمه الاداريه مبني على 3 اراضي متجاوره اسمه لافت بلازا، سكني واداري وطبي وطبعا وكوميرشال، وفي انذر بروجكت برضو اسمه داون تاون، ده تقريبا سولد اوت كله. فالعميل بياخد ثقه. دول 3 مشاريع مختلفين تقريبا. بالظبط يا فندم. سكني اللي هي ذا لوفت ريزيدنشال، واداري وتجاري وطبي اللي هم داون تاون ولوفت بلازا في منطقه الداون تاون، طبعا كله في الار 7 طبعا. تمام. طيب احنا عرفنا ليه او ازاي استاذ رضا بيختار الشركات اللي بتشارك معاه. تمام. عايز اعرف انتوا كشركه بقى ازاي اخترتوا المعرض ده عشان تنزلوا فيه؟ طبعا يعني ذا كابيتال ايجيبت اكسبو من المعارض المهمه جدا اللي ليها تاريخ، يعني ليها فترات كتيره جدا ونجاحات كتيره جدا، وهو معرض عملي جدا بيهدف الى ان هو يتيح فرصه للمستثمر او المشتري ان هو يلاقي الامور بشكل سهل، وفي تنافس ما بين الشركات المختلفه، وطبعا ده بيصب في مصلحه طبعا العميل اللي جاي أكيد بيشتري. أكيد. فاحنا بنثق فيه ونتوسم خير ان شاء الله ان احنا دي تبقى لينا كمطور وللماركت كله تبقى دعايه قويه وقبول من الناس على المعرض. فبالتالي يعني ان شاء الله هيكون معرض ناجح، وان شاء الله احنا كمان هنشارككم فيه باذن الله. ان شاء الله التغطيه باذن الله. ان شاء الله. طب استاذ رضا، خططكم في المعارض المقبله ان شاء الله تكون ازاي؟ احنا عندنا خلال السنه الجديده بلان ان احنا نعمل 4 معارض جوه مصر، وفي معرضين في الخطه ان شاء الله هيكونوا في الخليج ان شاء الله باذن الله. المعارض اللي اخترتوا انهي دوله من دول الخليج بالظبط؟ يعني احنا في ناس بتتفاوض معانا في الامارات والمملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله يبقى في معرضين اقوياء جدا في الفتره الجايه دي. طيب ارجع تاني للدكتور احمد. حضرتك كلمتني عن مشروع سكني. تمام. ويمكن ده هو يعني البروجكت الاهم او اللي هتشاركوا بيه كمان في المعرض، مظبوط؟ بالظبط. كلمني اكتر عن المشروع السكني ده، مساحاته، الديسكاونت اللي ممكن تقدموها، الاوفرز اللي ممكن تقدموها في المعرض. تمام. هقول لحضرتك الاول هو بيتميز بايه. اولا طبعا غير ان هو تقريبا منشا بالكامل، هو كمان هي سيف كوميونتي قوي، يعني بالتالي مفيش حركه عربيات جوه الكومباوند. هو الكومباوند ما هواش كبير قوي ولا هو صغير قوي، فبيدي يعني زي البرايفسي للناس من غير زحام جامد. في نفس الوقت الطرق جوه الكومباوند كلها مقسمه بحيث ما فيش اي عربيات تمشي فيها. ازاي يعني انا لو داخله بيتي مش عارف ادخل بالعربيه؟ حضرتك بتخش على مدخل الجراج من مدخل الكومباوند، او بتقدري العربيه تركن بره الكومباوند، لكن ما فيش، والجراج كله مفتوح على بعضه من تحت. يعني في جراج عام للكومباوند يعني لكل مش لكل فيلا لوحدها او لكل مبنى لوحده، لا، الجراج العربيه هتخش فيه هتتحرك من جوه الجراج، لكن مش هتحرك خالص جوه الكومباوند. هم عاملين وان رينج رود بيلف في الكومباوند. ماشي. بالزبط. فالعربيه بتركن قدام البيت او في الاندر جراوند باركينج. اللاندسكيب كله اتاتشد، يعني كل اللاندسكيب بالخمس حمامات سباحه، بالملاعب، بالكلاب هاوس، بالووتر فيتشرز، كلها اتاتشد. فلو عندك طفل او ولد او ام او حد كبير نازل من بيته عشان يوصل للاندسكيب او يروح لجاره، هو مش بيعدي على شارع ومش بيعدي على طريق فيه عربيه. فهي المشروع بالظبط شكله مستطيل كده، وفي قلبه كل الووتر فيتشرز بالفاسيلتيز بالاماكن اللي الناس تقدر تخرج فيها. هايل. المشروع ده نسبه الانشاء فيه قد ايه تقريبا؟ حاليا احنا واصلين لحوالي 95%، نسبه البناء على الارض 19% فقط، الباقي كله جرينري وليكس وسويمنج بولز والتراك للجري وللدراجات. يعني حضرتك تظبط تقصد ان نسبه المباني بالنسبه للمساحات الخضراء 19% من المساحه. بالظبط. فطبعا فيو واسع للعميل، هو قاعد بانوراميك فيوز من كل تقريبا الوحدات. وما ننساش برضو انه يقدر يقسم الوحده، لازال عندنا وحدات وعازال عندنا الاتاحه انه يقسم وحدته جواها بالشكل اللي هو شايفه. طب ازاي بتديله الاتاحه انه يقسم وحدته؟ يعني المفروض ان احنا دايما بنبقى مرتبطين بعمود، بكمر،
بالظبط الحاجات دي ازاي بتديله يعني الاختيار انه يختار يفتح اوضه على هي الفكره بتبقى فيه ثلاثه اوبشنز بيجوا له من الرسم الهندسي يقدر ان هو يختار واحد منهم طبقا طبعا للحاجه اللي هو عايزها عايز مثلا اوضتين عايز ثلاث اوض عايز يقفل حته معينه عايز الكيتشن يبقى او المطبخ يكون في مكان معين فيبقى فيه زي يعني مرونه في الحته دي فيقدر ان هو يعني زي يعني هو يقسم الوحده بتاعته بالشكل المناسب من خلال الثلاث اختيارات طيب المساحات تقريبا عندكم بتتراوح بين قد ايه؟ يعني المساحات طبعا هي متعدده بتتراوح من مثلا 144 متر ممكن توصل 350 متر فبرضه في اختيار في الحته دي اللي عايز مثلا حاجه صغيره اللي عايز حاجه متوسطه الجاليات العربيه زي ما كان الاستاذ رضا بيتكلم بيميلوا اكتر للمساحات الاكبر شويه يكون فيها غرفه ضيافه كل ده موجود في الكومباوند ولا زال في وحدات كتيره جدا متاحه للتحرك يعني. طيب ايه تاني فاسيلتيز موجوده جوه ليميتد افيليبيليتي المتاح في المعرض عدد مش 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 مش, مش كبير قوي المشروع احنا تقريبا مخلصين مرحلتين تقريبا مرحلتين فاضل مرحله باقي المرحله فاضل في حدود مثلا 35% من الوحدات يعني ممكن تكون يعني كم كويس ما هواش كم كبير جدا وده برضو راجع ان احنا اوريدي بنينا اوريدي يعني بعنا فده هيدي ثقه للي متبقي ان يكون بيشتري وهو واثق ان طبعا ده اكيد ويمكن ده يخلي سعركم اعلى ولا ايه بالظبط يعني عشان السعر اعلى بنحاول ان احنا نقدم بقى بعض الخصومات او بعض الحاجات اللي ممكن تروج اكتر في من ايه هي الخصومات اللي ممكن تقدموها في المعرض احنا مقسمين حاجتين عندنا طبعا تقسيط بيوصل لست سنين بنسبه خصومات توصل 12% على وحدات السكنيه في برضو راعينا ان في بعض العملاء بيميلوا لدفع الكاش في الاوقات اللي احنا فيها دي فعاملين تقسيط يعني دفع كاش او خصومات كاش بتوصل ل 45 و50% في هيل. الوحدات السكنيه. هايل. طيب ايه تاني فاسيلتيز موجوده جوه الكومباوند الخاص السكني ده اللي ممكن نقول للناس انت هيكون جنبك اسواق او هي يعني هي طبعا اولا هو الكومباوند نفسه على بعد خطوات من المنطقه التجاريه وعلى بعد حوالي 300 متر من كل السفارات او حي السفارات اللي هيكون موجود هناك اللي فيه سفارات العالم كله وفي حواليه مدرستين انترناشونال وحضانه والجامعة الروسية والجامعة السويدية كل ده يعني على walking distance يعني ممكن العميل يخرج يتمشى أو يركب عربيته فترة بسيطة جدا للأماكن دي الكومباوند نفسه فيه كلاب هاوس فيه جيم فيه سويمينج بولز متعددة في خارج او داخل سور الكومباوند في حاجه اسمها ال سي سي اللي هو المول التجاري بتاع الكومباوند ده المول الملحق بالكومباوند المول الملحق خارج سور الكومباوند مش جوه يعني هو جوه الكومباوند بس طبعا لازم واجهته تبقى موجوده على الشارع بره طبعا دي هنا خلاص يعني ممكن العميل هو قاعد جوه او الساكن مش هيحتاج تقريبا يتحرك بره الكومباوند يعني يعني يقدر ان هو يوفر احتياجاته تفاصيل المول ده ايه يعني المول ده شكله ايه هو احنا مقسم لتجاري ومقسم لاداري ممكن يبقى فيه صيدليه فيه مركز تسوق فيه محلات لبس في بعض العروض اللي بتجينا المستشفى ف يعني ده لسه هيفتح برضو ده فيز لسه هنفتحها في الفتره اللي جايه دي وممكن نبدا نعلن عنها من خلال المعرض ان شاء الله باذن الله طيب استاذ رضا يعني انا عايز اسالك سؤال ممكن يكون شخصي شويه اتفضلي انت كحد بقى مش صاحب معرض او مش انت اللي بتنظم المعرض ده لو دخلت المعرض ده وشفت المشروعات اللي قدامك دي كلها تفتكر انت ممكن تحتار في الشراء ولا شايف انه ده بالعكس ان المعرض ده ممكن يخليني اخد قرار في نفس اليوم بصي هي الفرايتي بتخليكي تقدري تاخدي القرار انا ما ينفعش ولا تخليني احتار الاثنين ما عشان كده احنا بندقق جدا في اسامي الناس الموجودين معنا المعرض هيكون يوم واحد بس 25 فبراير في فندق تريومف في مصر الجديده بندقق جدا في اسامي المطورين هيفرق مع العميل اللوكيشن هيفرق معاه البادجت هيفرق معاه المساحه هيفرق معاه في الكوميرشال او في الاوفيسز التشغيل الشركه اللي بتشغله البراندات اللي موجوده في المبنى انه حي او انه بادجت هتناسب العميل احنا بنقول في مصر ان اي او لفظ عام اي بضاعه في الدنيا ليها عميل هيشتريها طبعا. اي وحده سكنيه ليها العميل المناسب اللي بتناسب شخصيته صحيح. اللي بتناسب ميزانيته دكتور احمد حد من المعروفين اللي بيدوا كورسات في البيع والتسويق والحاجات دي فهم متميزين جدا ليفينج يارد في الجزء بتاع الديزاينز بتاع المبنى والتشغيل بتاع المشاريع بتاعتهم احنا في ديارنا اول ارجع لان السؤال شخصي انا وانا رايح اشتري في معرض لازم ابقى محدد انا عاوز اشتري ايه استثمر ولا اسكن
لو هسكن انا محتاج ايه، عندي كام ولد، عندي كام بنت، محتاج شقه 2 نوم 3 نوم، ابص في البادجت ممكن اخد شقه ولا اخد فيلا، ابص اللوكيشن هيبقى قريب لشغلي، هيبقى قريب لمدرسه ولادي، هيبقى قريب للنادي بتاعي. في كذا حاجه بتاثر في قرار العميل السكن. قرار العميل المستثمر ممكن يختلف شويه. احنا دايما بنقول الار او اي او العائد على الاستثمار في المشاريع، لو هو مستثمر مش بيحدد هو يستثمر ايه، المشاريع التجاريه والاداريه الار او اي او العائد على الاستثمار بتاعه اعلى بكتير من السكن. يعني احنا بنقول ان الاداري والتجاري ممكن يجيب ثمنه في 7 سنين، السكني ممكن يجيب ثمنه في 10 سنين، ده في ظل ان نسب التضخم معقوله ومفيش طفرات في سعر الصرف في مصر. فالمستثمر بنقول له تعالى اشتري تجاري او اداري او سكني في حاجه يونيك مش حاجه عاديه، او سكني ومتشطب جنب جامعه يتاجر للجامعات مثلا. فالسكني بوديه في حته معينه ولازم تبقى سيف. طيب ارجع تاني استاذ او الدكتور احمد، ليه اخترتوا الار 7؟ الحقيقه الار 7 هي المكان اللي تقريبا كل الديفلوبرز استثمروا فيه، وهو المكان اللي اتفتح الاول من قبل طبعا الدوله للاستثمار البرايفت، يعني قطاع خاص، قطاع خاص يعني. طيب تفتكر انه الار 7 ممكن يكون هو الحي الاشهر داخل العاصمه الاداريه؟ اعتقد لان هو الاقدم وهو الاول، يعني في حاليا استثمارات بدات تبقى موجوده في الار 8 بخلاف طبعا الحاجات اللي الدوله عاملاها في بدايه من ار 1 و2 و3 و4 وهكذا، ولكن اعتقد هو هيحصل على الشهره دي بالاقدميه. يعني اكتر حي مشهور فعلا هو الار 7. بالظبط، منافسة فيه كبيرة جدا، منافسة فيه جديدة فعلا. بالظبط، الابتكار فيه أكتر بكتير. وده يخليني أرجع أسألك، يعني نزولك للمعارض دي مش ممكن يكون فيه منافسة عالية ويخليك يعني تقول طب أنا هنزل جوست الشركات دي كلها، طب المنافسة هتبقى جديدة، طب هل أنا كده فرصة البيع أكتر ولا ممكن تكون فرصة البيع أقل؟ هقول لك حكاية. طبعا نزول المعرض بيبقى ليه كذا يعني توجه، مش فقط فرصة البيع. يعني من المعارض دي بتتح لنا فرصة إحنا كمطورين عقاريين للظهور والتواجد، يعني حتى لو ما تمتش عمليات بيع مرجو منها، ان شاء الله طبعا ده هيحصل، ولكن التواجد بيبقى برضو مهم جدا، ان حضرتك تكوني متواجده وظاهره قدام حتى العميل اللي ما اشتراش المره دي، او ما او لقى منافسه افضل في حته تانية، لكن هو شاف الاسم متعرف علينا، جايز حد من اقاربه من معارفه، جايز هو تاني في دوره بيعيه تانية او دوره شرائيه تانية يجي لنا. فيبقى في عندنا دايما كذا هدف مش فقط البيع. طبعا البيع اساسي، هو ده اللي بيحركنا، ولكن هدف التواجد والظهور والاعلان عن مشروعاتنا، نكسب حاجه اسمها شير اوف فويس او الناس تبدا تتكلم علينا، دي برضو مهمه جدا بناخدها في الاعتبار. طيب يعني خطط بقى مشروعات شركه ليفنج يارد الفتره اللي جايه؟ تمام، اكيد عندكم مشروعات جديده، اكيد مش هتتوقفوا عند ده بس. بالظبط، عندنا طبعا فكر، احنا اوريدي كنا بدانا نطلع شويه لمنطقه التجمع، عندنا مول اسمه نوار في مجال متميز جدا في شارع التسعين، واحد شارع التسعين الشمالي، يعني the most يعني premium location يمكن. فده كان يعني زي ما بيقولوا باكورة شغلنا خارج العاصمة. عندنا حاجات استراتيجية بنفكر فيها لسه في الكواليس لخروج لمشاريع أكتر يعني، بس حاليا التركيز داخل العاصمة برضو ولا خارج العاصمة؟ داخل وخارج، ولكن حاليا تركيزنا هو يعني إتمام المشاريع اللي احنا عاملينها في منطقة العاصمة في الـ R7. طيب سؤالي الأخير، تتوقع زيادة في الأسعار الفترة اللي جاية خصوصا على مشاريعكم أنتوا ولا لا؟ عموما وخصوصا على مشاريع. هو طبعا التوقع موجود طبعا اكيد، لان في كل حاجه النهارده المواد الخام بتزيد تقريبا بشكل يومي. وايه ما زادش؟ ايه ما زادش بالظبط؟ فانا كتوقع وكلنا متوقعين زياده في كل حاجه. كمان الزيادات مرتبطه بانتقال الحكومه بالظبط الفتره الجايه والبروجرس اللي بيحصل على الارض. بالظبط، اللي فعلا اللي مش هيشتري النهارده البيت اللي هو تمن مثلا 2 مليون جنيه، لو هيجي نفس التوقيت السنه الجايه ممكن يلاقي دبل برايس. بالظبط، ده حقيقي، وفي نفس الوقت دبل انفستمنت، يعني هي طبعا احنا نتوقع زياده لا نرجوها طبعا للعميل، لان احنا عايزين برضو يبقى دايما عنده فرصه كويسه، لكن احنا يعني بنشجع قوي اللي جاهز للشراء دلوقتي اللي متوقع ان هو يقدر بالظبط يشتري دلوقتي ياخد القرار، لان قدام شويه فعلا اكيد بيزد على اللي كلنا شايفينه كل حاجه بتزيد. فالنهارده انت لو اشتريت النهارده استثمارك خلاص ضمنته من النهارده، لو زاد بقى بيزيد لصالحك،
مش بيزيد ضدك وانت لسه ما اشتريتش. بشكرك جدا جدا دكتور احمد موسى المدير العام لشركه ليفينج يارد للتطوير العقاري. بشكرك جدا. اشكر حياتك على الوقت. انا بشكرك جدا جدا استاذ رضا المنشاوي رئيس القطاع المبيعات في شركه ديارنا للتطوير العقاري. شكرا لك يا فندم. شكرا جدا على وجودك معنا. شرف لينا يا فندم. خلينا برضه نطلع نشوف تقرير عن شركه ليفينج ياردز ونرجع نستكمل باقي فقرات البرنامج. ابقوا معنا.